منتظره اهو. لكن معي ايضا ويسعدني يكون معانا لاول مره في البرنامج وفرحتي بالشباب مش هخبيها عليكم، احد شباب الفكر السلفي المعتدلين الذين يحملون على عاتقهم مهمة رسم ملامح جديدة لصورة الفكر السلفي بعيدا عن الصور التقليدية التي قد تكون منطبعة في أذهان البعض أو المرادفة للتشدد والتزمت. معنا الأستاذ خالد الشبوكشي رئيس حزب فرسان المستقبل، والذي جاء إلينا حاملا معه مبادرة رائعة نيابة عن شباب الفكر السلفي هتكشف لنا عليها بعد قليل بإذن الله. أهلا بيك، وفي انتظار ضيفنا اسمحوا لي احنا بنبتدي البرنامج دايما يا إما بمقال يا إما بقصيدة نشارك فيها كده المشاهدين، بس طبعا الأستاذ محمد أبو زيد لأنه شاعر فلازم يختار الحاجات اللي فيها حزن وفيها وجع وتدوس على الثورية بقى اللي فينا يعني إيه. فشكرا يا أستاذ محمد، أنت اخترت لنا النهاردة قصيدة الأحزان العادية لشاعرنا العظيم الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. خالك جميل. أيوه خالك. خالنا كلنا وعمنا كلنا أستاذنا عبد الرحمن الأبنودي. بيقول إيه بقى أستاذ حكيم دكتور جوادي؟ بيقول إحنا شعبين، شوف الأول فين والتاني فين، وادي الخط ما بين الاتنين بيفوت، انتوا بعتوا الأرض بفسها بنسها، في ميدان الدنيا فكيتوا لبسها، بانت وش وظهر بطن وصدر ماتت، والريحة سبقت طلعت أنفاسها، وإحنا ولاد الشعب بالشعب، إحنا بتوع الأصعب وطريق الصعب، والضرب ببوز الجزمة وبسن الكعب، والموت في الحرب، إحنا الهلك وإنت الترك، سواها بحكمته صاحب الملك، يا عم الضابط احبسني، رأينا خلف خلاف، سففني الحنضل وتعسني، رأينا خلف خلاف، احبسني أو اطلقني ودهسني، رأينا خلف خلاف، وإذا كنت لوحدي دلوقت بكرة مع الوقت هتزور الزنزانة دي أجيال، وأكيد فيه جيل أوصافه غير نفس الأوصاف، إن شاف يوعى وإن وعي ما يخاف، أنتوا الخونة منك ضعفي، جبروتك مني، خد مفتاح سجنك وياك واترك لي وطني. عبد الرحمن الأبنودي. صعب بس عبقري برضه. يعني ما هو الخيط اللي بيحكي عنه ده، الخيط اللي الزعيم جمال عبد الناصر بذل حياته كلها في سبيل تقطيعه والغائه، انه يبقى الشعب حاجه واحده، ما يبقاش طبقتين، ما يبقاش فيه ساده وعبيد، ما يبقاش فيه اغنياء وفقراء، ما يبقاش فيه من يملكون ومن لا يملكون، ما يبقاش فيه من يجدون ما لا ينفقون ومن لا يجدون ما ينفقون. يعني فالمشكله الكبيره انه الشعب المصري حس انه في الفترات الاخيره ابتدى ده يرجع، يعني ابتدى يشوف انه فيه تراث من يعني عهد استعماري او عهد تبعيه بيحاول انه يرجع ويفرض نفسه، وانه فيه فروق كبيره حصلت في الشعب. فده لذلك انا استاذن حضرتك ان احنا نرجع للسطر الاولاني في القصيده، احنا اللي هو شعبين. ايوه شوف الاول فين والتاني فين. ايوه اتفضل. فهو ده الفكره، انه الاول فين والتاني فين. ممكن دلوقتي الناس طبعا المتفائله تقول ان الاول موجود في تراه والتاني موجود في